يوسف الصديق بيقول كان رجلا ناجحا وكان الرب معه، كان الرب معه. علشان كده يوسف الصديق اللي ربنا معاه اخواته رموه في البير وما جرالوش حاجة، باعوه للاسماعيليين وما جرالوش حاجة. ليه؟ لان الرب معه. وفي بيت فوتيفار امرأة فوتيفار حاولت ان تسقطه ولم تستطع لان الرب معه، واترمى في السجن وما جرالوش حاجة لان الرب معه، وخرج من السجن بقى الرجل الثاني في ارض مصر لان الرب معاه. حتى وسط الضيقات والمتاعب ربنا معاه. دي طريقة ربنا، ما يمنعش المتاعب عن محبيه ولكن يكون معاهم. دانيال النبي كان الرب معاه في ارض السبي، لذلك اخذ مركز كبير وهو مسبي، وهو من اسرى الحرب هناك، واخذ مركز كبير وموضع ثقة. وبعدين لما عملوا له مشكلة واترمى في جب الاسود كان الرب معه وقال الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. ما يهمكش تروح فين، لكن يهمك ان لازم ربنا يكون معاك في الحته اللي تروح فيها. علشان كده واحد اول ما يخرج من بيته يصلي ويقول يا رب كن معايا في هذا اليوم، كن معايا في كل مكان ادخل اليه اذهب اليه، وكن معايا في كل مقابله اقابلها للناس، وكن معايا في كل كلمة أقولها. هي دي المهمة، إنك تصلي وتقول يا رب كن معايا، لا تتركني وحدي. ساعات الإنسان بيطلب إن ربنا يكون معاه لما يكون شاعر بضعفه ومش قد الموضوع، ويطلب معونة ربنا. يشوع كان شاعر بهذا الضعف بعد موت موسى النبي، ولذلك ربنا قال له كلمة لطيفة خالص، قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك. أهدي الحكاية، أنا هكون معاك زي ما كنت مع موسى. عشان كده لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. منين ما تمشي هو ماشي معك، منين ما تمشي هو ماشي معاك. تعجبني في قصة أخنوخ، يقول وصار أخنوخ مع الرب، لم يوجد لأن الرب أخذه إليه. يعني طول ما هو ماشي ربنا ماشي معاه كده في السكة. هل وانت ماشي شعر ان ربنا ماشي معاك في السكة، وانت داخل معاك، وانت خارج معاك؟ لو كده يبقى ينطبق عليه قول المزمور، الرب يحفظ دخولك ويحفظ خروجك، الرب يحفظ نفسك. ما دام موجود معاك تبقى موجوده معاك القوه الحافظه اللي ربنا يحفظك بيها.